رد واحد يعني اشكل على القائمه او قال هذا ليش اجى وذاك عكس القوائم اللي كانت مو من حقنا مو من حقنا لا 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 مو من حقنا يا كافي كل الناس قاعده تتكلم ولا باوع ولا مسموح ولا مسموح لا بس خلينا نكون واقعيين سؤال الكابتن سعد اي نعم اللي يريد يوصله لك اكو افضل من هذول اللاعبين اكو دورينا اكو بالعراق اكو لا وحتى برا قسما بالله بدورنا العراقي اكو لاعبين بالانديه محافظات هي افضل من ذولي افضل من ذولي بس ما حد يتابع مين جب نظر غامض بس هو صحيح هسه لاعبين بالبطوله دقيقه اكو احسن من عندهم لا احنا هسه مو بدنا نحكي هذا هسه مو جا هم ذول الموجود احنا اقول لك احنا قرار المدرب هو جاي احنا من طلع احنا من طلع بس الكابتن احنا من طلع باسم عباس وطلع وقبله سعد عبد الحميد كانت ازمه مدافع يسار مدافع يسار ماكو زين هسه ما اقول اني حكيم شاكر بس من اجى منتخب الشباب كم لاعب دفاع يسار قدم علي عدنان وضرغام قدم ثلاثه من اروع المدافعين اليسار